مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تبعتوا معنا فيديو ديال طارق، طارق اللي متابع بجريمة قتل بشعة. طارق الأب ديالو أعطانا القصة في الفيديو السابق، وكذلك الأستاذة زينب خيار اللي هي محامية ديالو. مشاهدينا الكرام، أستاذة زينب دازت في الجلسة لأول مرة قبل طلعت على الملف، لها مجموعة من النقط فيها نوع من الغرابة. غادي نشوفوا الأستاذة كيفاش دارت الدراسة على الملف. أستاذة، تتبع ديالك الملف، درتي ليه الدراسة، سمعتي الأب، الإيمان ديالك في هذا الملف، قلتي للولد بريء خصو يخرج، هذا كلامك. كيفاش أستاذة شفتي هذا الملف؟ كيفاش واجهتي الجلسة بمعطيات اللي هي في صالح طارق؟ كيفاش؟ أول شكر أستاذ يوسف. أول أنا ما أخذت الملف مشيت صورت محضر وسجلت النيابة. ملي قريت المحضر اول مره حكمت عليه انا قبل ما يحكم عليه القاضي بالبراءه، لان ما كاينش هذاك الملف، ما يمكنش تحكم الا بالبراءه. هذا القصه كنت عرفتوها واحد الولد اللي باقي صغير اللي كانت ديك الساعه من تعتقل، عنده 21 عام، دابا عنده 24 سنه. ملي تعتقل كان واحد السيد كانت عنده شي عداوه معاه، وهذاك السيد متشرد ساكن في واحد البراكه بالعشاء مع واحد المراه بلا 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 وراء بلا كوا بلا زو بلا عق زواج ولا والو، مع اللي بحال الشواكريه وعنده سوابق في بزاف الجنايات، تقريبا 20 سابقه. هذاك واحد النهار الثلاث ناضت الساكنه ديال مدينه سلا في هذيك المنطقه اللي ساكن فيها الورثه ديال هذاك الولد طارق، اللي طارق ما كيجيش ديك الدار نهائيا، مع العلم ان يمكن تيجي واحد خوه كبر منه ساعه ساعه. بهذا الشيء بشهود السكان اللي انا مشينا للمنطقه وسولناهم ما تيجيش نهائيا. هذاك ملي لقاو هذيك الجثه محطوطه تما، بطبيعه الحال عيطوا للشرطه باش تجي دير الخدمه ديالها. فعلا جات الشرطه، اول ما فرغت بطبيعه الحال فرغت كاميرا، كيشوفوا من واحد القنت ديال واحد الدرب، كاميرا شدات هذاك اللي قلت لكم بانه مجرم، هذاك اللي تشد مع الصندوق اللي داير في هذيك الجثه. دا مشى خرج من واحد، دخل من واحد الجهه وخرج من واحد الجهه، يعني ان ما كاين حتى شي يد لطارق في هذا الملف. هذاك اللي اعتقلوه هو جابوه جا قال لهم بلا ما ضربوا بدري حتى شي حاجه، بان لي بان الشرطه هي اللي ملفقه الملف كله، مش غنقول هذا هو اللي ملفق هذا المجرم اللي هو الاصلي، ماشي هو اللي ملفق التهمه، بان هو جابدو عمدا، بان الشرطه هي اللي بغات تلفق شو اي واحد كان هذيك الجثه. ولحسن الحظ هذاك اللي انه ساذج وانسان كبر منه، عنده 45 سنه الدري، عنده 21 سنه، ما عنده حتى شي علاقه بك، كانت واحد العلاقه ملي كانت عنده 16 سنه. هذا كانوا شراو لي ولدو، لان عائلته راه شفتوها بان عائله محافظه، وراه زعما من الناحيه العلميه وكل شيء راه الناس وازنين واصلين، اللي حاضن ولادهم، اللي ما يمكنش ولدهم، لدرجه واخا شفتو في صوره، انا ملي شفتو في الجلسه سبحان الله ايه في الجمال، عيني خضرين، واخا الصوره اللي كنا جبدت الاستاذه ليلى اللي كيبان شعره كحل ازعر، عنده اصلي شعره صفر احمر وعيني خضرين، ما يمكنش كيبان بحال شي ممثل، شي احسن منك ممثلين الامريكيين. حيت ماشي بحال شتي بحال الصوره، ماشي بحال ملي هو ملي شدو هذاك قال لهم راه طارق، واحد ما عنده حتى شي فكره، عنده مخو خاوي طارق، قال عاه هكاك، قالوا لي قول شي واحد، هما صحابو غيجيبوا لهم شي واحد نيت محترف باش يلصقوا فيه. صح، جاب لهم طارق. طارق نهار تشد هو جا قال لوالدي هذاك المسخوط راه تشد، راه هو مول ديك الجثه، غادي دارهم داخل ما داير والو، داير كنعس دارهم، تدير الموسيقى، ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء نهائيا. المهم ملي شدو طارق، كاين شي يكون في هذا العهد باقي التعذيبكم ما لاحظتوش انا، وشتو الظهر راح يدولي باللقاط، داروا لي كي على جميع المناطق الحساسه ديالو، وجابوا لي قالوا لي تمتي الجريمه قبل من الخبره، باش عرف اللي هو تشد هذاك بيومين، هما حتى خرقوا حتى الحراسه النظريه، داروا فيها 4 ايام، لان هذاك جابوا بيومين، الاخر داروا لي يومين اخرى، وعاد صدتهم عند وكيل العام الملك، وداروا لي ديك الساعه تشخيص الجريمه.
ندير لي التشخيص ديالي مقتول الدري، ما يمكنش حيت قتلوا عصا ما يمكنش 6 سنوات الرصاص. ملي داو كيضربوه قالوا لي مثل الجريمة عطاو قرعه، قالوا لي ما تترك الضرب قرعه الراس. ملي هو دار ديك الجريمه مشات عند السيد وكيل العام المالك، ملي مشات عند السيد وكيل العام المالك صيفطها ندير لي الاغتصاب، دير لي القتل العمد، شويه الجثه، دير لي السرقه الموصوفه، دير لي القانون الجنائي كله غادي به الاعدام. غادي دري شدو باغي ندو الاعدام. ملي انا قلت الميت بحال هكا بهالطريقه اللي هي ماشي هي هذيك، ما يمكنش قالوا ما كاينش. الحمد لله ملي حد الخبره حتى مشى الملف عند قاضي التحقيق بطبيعه الحال، القتل كيكون من عند السيد وكيل العام كيسطرو عند قاضي التحقيق، هذه معروفه في الجنايات. عند قاضي التحقيق جات الخبره بانه هذاك الجثه اسيويه، هو داير الطارق بان اعترف بان مغربيه سميتها احد قوت العصا حكيمه، جات خبره بان اسيويه، جات بان ما فيهاش اغتصاب، جات سميتو ما كانش رادان ديالو هو الصندوق المديوره في قو عند هذاك الاول، وكاين حتى السيدي بغى يشهد اللي شرا من عنده الصندوق 20 يوم قبل، وقال لهم غنلفق واحد الجريمه لشي حد، لان ما يمكنش يعقل باش طارق يجي يفصل وحده اللي هي محكمه في التفصيل. ما يمكنش، كانت تزامنت مع القضيه ديال تيفلت اللي كان لقاو ديك الجثه في جهه ولقاو الرجين في جهه، حتى تيفلت قريب الاسلام، لانهم هما يمكن هذوك الجريمه المنظمه يمكن شي عصابه اجراميه كاينه تما اللي كدير هاد الانواع من تقلب على شي متهم تلصق ليها التهمه. الخبره كذلك كنتي قلتي لنا استاذه، الخبره على هاد التعذيب اللي كنتي تعرض ليه. الخبره السيد قاضي التحقيق عطى الامر ولكن ما دارتش. السيد قاضي التحقيق عطى امر باش تشهد بنو سينا يديو في التاريخ الفلاني باش يديروا عليه، حيت لاحظت التعذيب راه عينو باش يديروا عليه خبره على داك التعذيب ديالو، الا ان الشرطه جابوه من السجن حطوه في الجور ديال المحكمه من الصباح حتى الليل وداوه. اذا هنا اشنو؟ ومن بعد كنقول نجي ناكد لك بان ديك الفرقه ديك العميد ديال الشرطه ودوك دوك الشرطه ديال ديك المنطقه هادوك نيت راه توقفوا، ربما ما سمعت انا وقرا تعتقلوا، حيت كنت سمعت شحال هذه بان الشرطه ديال اسلا من بعد هذه الواقعه، لان ديما كيلفقوا نقاو عليهم هذا الشيء، الدليل على ذلك انهم توقفوا. هاد المعطيات اللي عطيتيني استاذه خديتي انت القاعده، كونتي الصوره، درتي دراسه في الموضوع، دخلتي للجلسه، كيفاش واجهتي في الجلسه وكيفاش تجاوبت معك المحكمه على هذه الامور اللي كتشوفيها كلها علامات استفهام؟ فعلا، لان بان لي الملف ما داش من التحقيق، لان قاضي التحقيق كان اول ما شاف طالع على الخبره خاصو يدير افراج، لانه ما وحلو ما تيقولوا لنا، لان والديه كانوا تما، ملي جات الخبره من بعد داروا تشريح الجريمه بالقرعه، راه جات خبره بان مضروبه ضلوعه 7 موس، راه ماشي بالقرعه، ما فيها حتى حاجه بالقرعه، لي زومبرانت ديالو ديال المراه فيها ثلاثه ديال لي زومبرانت، منهم جوج رجال ومراه. كيفاش هاد المعطيات كلها قاضي التحقيق ما دار والو من تما الجلسه؟ خاص كانوا الزملاء تما في الملف اللي عاينوا المراه اول مره دخلوا، تقريبا 11 محامي داز على هذا الملف، الا انه من بعد علاش كنقولوا الصحافه خاصها تكون؟ لان ملي كتبان لك الا بقى الملفات غادا بسهوله في المحكمه راه يقدر يوقع اللي يوقع عادي، ولكن الصحافه كتنور الراي العام، لان حنا خرجنا الصحافه راه كانوا القضاة اللي كندوزوا لجلسه البارح عرفوا باننا نزلنا في الصحافه، راه حيت كيتبعوا كل شيء. اول ما دخلت انا تمس الافراج، كان ما كان تمس الصراحه المؤقت، كان تمس افراج فوري، لان هاش كاين واش كاين واش كاين، لدرجه ان الوكيل العام الملك جاي مهيئ قرص، قال لي بعد اول ما عنديش خبره خاصني نجيب الخبره، وعطى القاضي الجلسه قال لي هذا القرص باش تفرغوا في المحكمه، حيت هذاك الملف اللي في المحكمه غيشوفوا العموم بان شكون هو ذاك اللي هاز الصندوق، وهذاك اللي هاز الصندوق اللي كاين اللي كيقولوا مجرم حتى هو في التحقيق قال لهم انا ما طارق، قال قاضي التحقيق راه ما انا درت جريمه ما طارق، قاضي التحقيق قال لي واش انت باغي كيتفليتي على البوليس بغيتي تفلى عليا انا، يعني ان هذيك هي الحقيقه. وربما الوكيل العام شاف بان ما كاين حتى واحد، داك الشيء اش بغى قال لي غدير في الجلسه غديرها، واخر لنا الجلسه
قريبه لان كيف جميع الجلسات كيأخروا شهر 9، يعني انه بنت البراءه وما يمكنش نخلي ذاك الولد اكثر من ذاك عامين ونص تما. بنت البراءه ذاك الشيء علاش هو دار اجل قريب اقرب اجل داروا 8 8. نعم يعني في هذه الجلسه استاذ هذه المعطيات كلها من بينهم الخبره من بينهم كل شيء اللي تبيه امام القضاء الجالس. كلشي ديت في امام القضاء، حنا باقي ما دخلناش في الموضوع. انا حيت كانوا بزاف الزملاء جاونا بوعلى وشي زملاء، وانا طلبت الاجل مع طلب الافراج الفوري، ما طلبتش الصراحه المؤقت، لانه هو هذا الولد انا متيقنه بانه غادي طريق براءه. حتى بالنسبه للوكيل العام ملاحظه اللي شفت البارح عطى القرص قال لي ضروري يدوز هنا في المحكمه وضروري غيجيبوا الخبره لانهم عرفوا بان راه ماشي هما. أستاذة كنتمنى لك التوفيق في هذا الملف كذلك لتبين الحقيقة أكثر. مشاهدينا الكرام ما يهمنا في الموضوع هو تنوير الرأي العام في حيثية هذه القضية. المراحل ديال التقاضي لا زالت مستمرة بطبيعة الحال في هذا الملف، وفي الأخير القضاء الجالس هو صاحب القرار. أستاذة كتوفر على أدلة كما صرحت لتبين الحقيقة أكثر. نحن نتتبع على هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثية هذه القضية. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.